أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في أسئلة القياس النفسي؟ وهي مجموعة أسئلة تعطى كل إجابة عليها رقم، ثم في نهاية الأسئلة تجمع الأرقام، ثم تحدد شخصية الإنسان، وذلك بقواعد يسيرون عليها في علاقة الأرقام الشخصية، ويحدد على ذلك صعوبة الإنسان وبساطته. هذا كله من الخرافات، كل هذا من الخرافات، ولا فيه قياسات نفسية، ولا هذا كله من خرافاتهم ومن أكلهم أموال الناس بالباطل بهذه الطريقة، غير ذلك من المحاذير. نعم، وضياع الوقت. نعم.